اللهم جازهم بالحسنات إحسانا. أنا الآن متواجد في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمره عن المرحوم عبد الله محمود الحج من عبلين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله. اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها. اللهم إنه نزل بك وأنت خير من زور به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم آته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر حسابه ثقل في هذه الأمر موازينه. اللهم اكتب له من فضلك ورحمتك حظه ونصيبه. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا الآن متواجد في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمره عن المرحوم عبد الله محمود الحج من عبلين رحمه الله واسكنه فسيح جناته. اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجاته واغفر خطاياه وثقل موازينه. اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو اهله. اللهم زد وبارك بأجر ما أمكننا بإجراء هذه العمرة. اللهم اشرح صدره ويسر أمره واسترعيبه وارزقه من حيث لا يحتسب. أنا الآن متواجد في ساحات الحرم متجه إلى صحن الطواف لإتمام مناسك العمرة عن المرحوم عبد الله محمود الحج من عبلين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته وأدخله الجنة وأعوذ من عذاب القبر من عذاب النار. أنا الآن متواجد في صحن الطواف لإتمام مناسك العمرة عن المرحوم عبد الله محمود الحج من عبلين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته وادخله الجنة وأعوذ من عذاب القبر من عذاب النار. اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. اللهم قله من ضيق اللحود من مناطع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم إساءته. اللهم جازه بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبل منه القليل تجاوز عنه التقصير يا من تجير المستجير. اللهم احمه تحت الارض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار. اللهم افتح ابواب السماء لروحي وابواب رحمتك وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل على قبره الضياء والنور وفستو السرور. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثخر في هذه الأمر موازينه. اللهم يا رحمن استقبله عندك خالي من الخطايا والذنوب ولا تخذه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.